السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه أركيجين، بيقدر تحول التكست لصور، يعني تقول له مثلا عايز صور، ومتخصص في الصور المعمارية، وممكن تديله حاجة معمولة سكتش ويعملها لك بالشكل الجميل دوت. تمام، دي شوية صور اتعملت جواه. هو الموقع كوري لكن في نسخة بالإنجليزي، تقدر تديله اي وصف وهو يبدأ ان هو يعمل لك صورة بالشكل دوت. فهو هنا بيقول لي دخل البروبت اللي انت عايزه، فهكتب بالانجليزي، وبيقول لي اختار الستايل، مثلا هنختار دوت مثلا الكاميرا الاركتكتشر، بدل ما كنت بتكتبهم في مواقع تانية، هو هنا بيديك ان انت تختار اللي انت عايزه، تعمل سيلكت، هو بيبدأ يكتب لك البرومت اللي انت عايزه. تمام، ده السايز اللي احنا عايزينه، المقاس بتاعنا، وهنقول له ابدأ اعمل كرييت. تقريبا خد 20 ثانية. تمام، بقى الموديل اللي هو موجود. تمام اهوت. طيب بعد كده تقدر تعمل له داونلود الصورة ديت، هيحملها لك كصورة بي ان جي. هو اللي عجبني فيه الموضوع الستايل هنا، تقدر تختار بشكل سهل جدا تكون الحاجة اللي انت عايزها. وفي خاصية برضو تانية السكتش، يعني اقدر اديله سكتش وهو يبدأ ان هو يحوله لصورة، اقول له اد سكتش. تمام، وتبدأ ان انت تعمل اوبن سكتش كانفا. تمام اهو 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 اهو، اي حاجه انت ترسمها هو يبدا يعمل لها الرندر بتاعها. او عندك انت سكتش ايمج ترفعها من عندك من على الكمبيوتر هيكون افضل. وفي برضو ايمج، يعني ايمج تو ايمج وسكتش تو ايمج وتكست تو ايمج، فيبدأ يعمل لي حاجة بالشكل دوت. خد دي عملها كده. تمام، طبعا مش قوي، فتقدر تقول له كريت تاني او جنريت، يبدأ يعمل لك صورة تانية وتالتة ورابعة لحد ما تحب. تمام، مفيش مشكلة. تمام،